السلام عليكم، نتمنى من عند الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ياسر في جديد ديال الحلقات يوميات سيليكوم، يوميات اللي وحلقات اللي من خلال ديالها كنحاولوا حنا نعطيو نصائح وتوضيحات على محرك السيارات، الصيانة ديال السيارات، نصائح اللي يقدر السائق المغربي يستفد منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك. جاونا بزاف ديال الاسئله وارتئينا اننا نبداو بواحد السؤال اللي هو مهم كيتعلق بالناس سولونا عليه بزاف باسكو تو لي جور كيسولوا راسهم هذا السؤال، واش خاصني نسخن لا فواتور ديالي الصباح ملي كنديماريها ولا لا؟ يعني واش نخليها واحد 10 دقائق كتسخن ولا نديماري ونزيد؟ دونك باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال هذا كاين بزاف ديال الحوايج خصنا نعرفوها. اول حاجه خصنا نعرفوا ونتكلموا على النوع ديال الزيوت اللي كنستعملوا، الكراد ديالها، ماشي غير واش خصنا نديروا 10 40 5 40 5 30، وهذا موضوع كبير اللي حنا ما نقدروش نطرقوا ليه في هذه الحلقه لانه فيه بزاف ديال الحوايج خصنا نتعرفوا عليها ان شاء الله غادي نتريطيوه في الحلقات القادمه. كاينه واحد المساله اخرى، الناس بزاف كيتكلموا على حاله الطقس، واش حنا في جو بارد ولا في جو ساخن، حتى هذه مساله مهمه، ولكن المساله اللي غادي توضح للمتابعين ديالنا هذا الامر هي كيس كي سباس في لو موتور ملي كنديماريو. يعني الصباح ملي كنفيق جو ديمار لا فاتور، الدور ديال الزيت في المحرك ديال السياره هو اول حاجه لا بروتيكسيون من لي فريكسيون ديال اللي كينتجو الاحتكاك بين ديال لي بيستون. يعني واش لي بيستون خصهم يكونوا تري بيان لوبريفي مع لو سيلندر. الوغ الدور ديال الزيت سي لا بروتيكسيون كونتر لي فريكسيون، هذه مساله مهمه. الدور الثاني سي لو نيتواياج، والدور الثالث ديال الزيت وعنده ادوار اخرى هي لي طونشيتي، يعني كيدير واحد لاكوش كي بروتيج الحديد على الحديد وما كيخدمش الاحتكاك اللي كيعطي واحد ليزور ديال لو موتور. دونك باش نجاوبوا على السؤال خاصنا نديماريو لا فاتور وناتون واحد 30 حتى 50 سكوند، نخليو السياره بين ما نقادو لي حزام السلامه ونكونوا اون بوزيسيون دو كوندويت ونمسحو النظار و توسا. اون فوا كدوز هذيك لا 40 ولا 50 سكوند كنكونوا ديك الساعه تيقنا ان الموتور طلع له الزيت والدرجه ديال الحراره ديال الزيت ولات مزيانه اللي كيبيرمي اون بون سيركولاسيون ديال لوبريفيون، ولا فيسكوزيتي كتكون مزيانه. دونك سي اون تمبيراتور اوبتيمال ديال لو لوبريفيون. اون فوا هاد 40 50 سكوند كدوز اون بو ديماري، ولكن حضيو راسكم ما ديروش ان ديماراج سبورتيف، il faut faire un démarrage en douceur. يعني بوندون هادوك لي كيلومتر الاولين نحاولوا نمشيو بشويه وما نفوتوش 2000 تور في الموتور. هنا كنكونوا درنا تسخين ديال الموتور سولون لي زيكسبير ديال لوطوموبيل بطريقه مزيانه. كاينه بعض الناس اللي كيفيقوا الصباح وكيديروا كيدور لا فاتور ديالو وكيمشي يحسن ولا يمشي يدير بزاف ديال الحوايج ويخلي الموتور كيخدم واحد 10 15 دقيقه، هذا خطا فادح اوليو كو يتهلا في الموتور هو كيخرج عليه. دونك جو ريكابيتول، دونك ان ديماراج نطلع بوزيسيون دو كوندويت 30 à 40 سكوند ما نفوتهاش، وندير ان ديماراج اون دوسور وما نفوتش 2000 تور. من بعد اون فوا لو موتور اي بيان لوبريفي اون بو ديك سا اكسيليري كوم اون فو. فوالا دونك ما نحاول ما نطولش عليكم، استناونا ان شاء الله في الحلقات القادمه اللي غنتكلموا فيهم على بزاف المواضيع اللي كيهموا السائق المغربي، ونحاولوا نجاوبوا على جميع الاسئله ديالتكم ان شاء الله. وتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيليكوم ماروك، فيسبوك، انستغرام، ولا شين ديالنا يوتيوب. معكم ياسر، كنتمنى لكم الصحه ان شاء الله والعافيه وتكونوا بخير، والله يدخل هاد العواشر عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، و
بسلامة، وراه كنبغيكم بزاف. بسلامة.